السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سارة عطية. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا نقدر ناخدها معانا في أي مصيف أو أي مكان، كمان بتبقى حلوة جدا في أي عيد ميلاد أو أي مناسبة. مكوناتنا زي ما عودتكم بسيطة جدا، معانا بس توست ومعانا بيضاية وبقسماط. هنشوف دلوقتي هنعمل بيهم ايه مع بعض. أول حاجة بعملها بجيب التوست بتاعي وابتدي أقطع الأطراف بتاعته بالشكل ده، هخلي بس الجزء الابيض. طبعا الاطراف بتاعته مش بنرميها، بنحطها في الفرن تاني ونحمصها ونعمل بيها بقسماط. انا عايزة بس الشكل ده، هقطعهم كلهم بنفس الشكل. بعد ما خلصت تقطيع كل الاطراف هبتدي اجيب كل اتنين فوق بعض وافردهم كويس بالنشابة. نفردهم كويس كده، اضغط عليهم جامد بايدي. بس كده، هو كلهم هيكونوا نفس النظام، لازم كل اتنين اعملهم فوق بعض وافردهم بالنشابة. بعد ما خلصت فرد كل الاجزاء اللي عندي من التوست هبتدي باي قطاعة مدورة عندي اخد بس الجزء اللي في النص، يعني اخد بالقطاعة الجزء بس اللي في النص. ده بيكون شكل التوست بعد ما قطعناه بالقطاعة الدائرية. دلوقتي انا عندي بيضاية ضربتها مع فلفل اسمر وملح، عندي طبق فيه بقسماط. هبتدي اول حاجة احط التوست بعد ما قطعته في البيض، اطلعه من البيض احطه في البقسماط. طريقتنا سهلة جدا وجميلة، ان شاء الله تعجبكم لما تجربوها. ده شكل التوست بتاعنا بعد ما خلصناه. دلوقتي بنكون محضرين زيت مدفيينه مش سخن، نبتدي نحط فيه التوست بتاعنا. يكونش سخن قوي عشان ما يتحرقش. هنلاحظ التوست بتاعنا كل ما يبتدي يتحمر هتلاقيه بيعلى لفوق، بيقب معاكي كده زي العيش اللي في الفرن. ده شكل العيش بعد ما خلصناه. دلوقتي طبعا احنا هنحشيه الحشوة زي ما انت عايزة. انا دلوقتي هحشيه تونة، انت تقدري تحشيه فراخ، تقدري تحشيه لحمة زي ما انت عايزة، ممكن جبنة، براحتك يعني. انا دلوقتي هحشيه تونة، عندي تونة انا مصفية الزيت بتاعها، حط عليها طماطم متقطعة مكعبات، فلفل وزيتون، وبصل، بصل مبشرين وخشن، تقدري تخرطيه عادي تخريط مكعبات. عندنا ليمونة، نص ليمونة، وشوية خل، وكمان هنحط شوية زعتر. الزعتر مع التونة بيدي طعم جميل. طبعا ما ننساش الملح. حوالي نص معلقة ملح، بس كده احنا كده خلطتنا بقت جاهزة. نقلبها بس مع بعض.
دلوقتي هجيب واحد واحد وابتدي اقسمه نصين بالراحة. شوفوا بيبقى عامل ازاي من جوه، جميل جدا ولذيذ قوي، بيبقى حلو في المناسبات وحلو كمان في الطلعات لو انتي خارجة رايحة مصيف رايحة اي مكان بيبقى حلو. نبتدي دلوقتي ناخد معلقة من الحشو بتاعنا ونحطها جوه الساندويتش بتاعنا، لذيذ قوي وهيعجبكم ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وبكده نكون خلصنا وصفتنا الجميلة النهاردة. لو عجبتكم لايك وشير، وما بتبخلوش علينا بالكومنتات بتاعتكم، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. وصفتنا اهي جميلة، نقدر نقدمها مع الكاتشب والمايونيز. باي باي.